حائسة عمل مسرحي ليبي لعدد من الفنانين الليبيين من مدينة مصراتة، وهو ثمرة مبادرة أطلقها الفنانون بهدف إيصال بعض الرسائل التي تعكس واقع الفساد داخل البلاد. طبعا حائسة تتكلم عن الفساد الإداري في المؤسسات سواء كانت الإدارية والسياسية بالذات بشكل يعالج الشارع الليبي الآن في شكل كوميديا سوداء. الحمد لله نحن مستمتعين جدا اليوم العرض الخامس، الجمهور كامل العدد ما شاء الله، شكر كل الشكر لمن تعاون ودعم هذا المسرحية. مسرحية حائسة عمل فني يحاكي الفساد الإداري بمؤسسات الدولة، مقتبس من النص الروسي الشهير المفتش العام. أعاد توظيفها علي رشدان وأخرجها أنور التير، وشارك في تمثيلها أعضاء فرقة المسرح الوطني مصراتة للمرة الخامسة وسط حضور نخبوي من المهتمين والمثقفين. تعرض المسرحية على خشبة مسرح قاعة شهداء مصراتة لفتح باب الاستمتاع والعرض أمام الحضور الذي يزيد عن الحد في كل مرة. حائسة يعني تحية جدا للدكتور رشدان على الإعداد وعلى الزميل ونوارة المسرح الوطني مصراتة ونجم من نجومنا في ليبيا الفنان الرائع والمتميز أنور التير ونخبة الشباب وأيضا النجوم الكبار اللي يعني متعونا. أنا على فكرة هذا تاني عرض، يعني أنا جيت من طرابلس أمس واليوم صريت إني نكمل لنا باش نشوف عرض الجمهور، والجمهور الرائع حقيقة. يعني تحية فعلا للقدير الكبير اللي أنا من شخصيا استمتعت بأداء الفنان القدير بشير الأجنف، لمفتاح بوشعالة، لمحمد، لعلي كسكاس، ما شاء الله هم ما شاء الله يعني سموا وتسمي وتنسى، والكل يعني ما قصرش في دوره الحقيقة. أعطني مسرحا أعطيك شعبا، إنه المسرح الذي يعكس ثقافة الشعوب. حائسة عمل إبداعي أعاد إحياء المسرح في مدينة مصراتة خاصة وفي ليبيا على وجه العموم. عبد المنعم البوري لقناة النبأ مصراتة.